تقييمك النهارده لمباراه اليوم وفوز المنتخب التونسي الثاني على التوالي في البطوله واهداف المنتخب التونسي في البطوله؟ لا اول حاجه مرحبا بكم، مرحبا بقناه كوره بلس في مصر. كيف ما كنتوا تتفرجوا معنا الناس كل، التحضيرات نتاعنا كانت ممتازه جدا، راك تشوف معنا ماتش بار ماتش قاعدين نتحسنوا ماتش اكثر من الاخر. الماتش الاول معنا مع كينيا كان هزيل جدا، معنا مع احترام المنتخب كينيا. اليوم نيجيريا اقوى شويه، معنا انغولا باش تكون اقوى شويه. ان شاء الله نحن قاعدين نحضروا كيف ما كنت نحكي، لو الناس كل قاعدين نحضروا لروحنا لنوصلوا للدمي فينال ان شاء الله يا رب. تمام، المواجهه المرتقبه بين المنتخب المصري سواء في ربع النهائي او في نصف النهائي على حسب نهايه الادوار والترتيب النهائي، شايف المواجهه هتبقى عامله ازاي؟ والله المباراه باش تكون معنا حماسيه جدا، الناس كل تستنى فيها كسوا احنا كسوا مصر. كيف ما كنت نحكي معناها نحن باش نلعبوا كره يد، معناها ما باش نلعبوا حتى حاجه اخرى، باش نفرحوا معناها باش نمتعوا نحاولوا نمتعوا الناس كل. وكيف ما كنت نحكي معناها اللي باش يلعب خير هو اللي باش ياخذها، وان شاء الله ربي معنا ومعهم ان شاء الله. نهائي البطوله العربيه للانديه ما بين الزمالك المصري والترجي، احساس كبير جدا معاك ومع جماهير نادي الزمالك، تحب تقول لهم ايه هنا وخاصه دي اول تجربه ليك في مصر صح كده؟ صحيح، معنا اول مره في نجي لمصر، هذاك معنا ماتش مشى على روحه، معنا مباراه كره يد في الاخر الناس كلها تمتعت بالمباراه، هما تمتعوا واحنا تمتعنا، معنا مباراه كانت حاسمه جدا، معنا انتهت في الاشواط الاضافيه معنا نتاعها، احنا كنا مركزين اكثر كونسونتري للاخر، الزمالك المصري مركز هارد لاك ليه وان شاء الله في البطوله الافريقيه الجايه ان شاء الله. كان جماهير الزمالك مسمينك يومها الاخطبوط، قال تونس عندها حارس جديد، كان ده يعتبر اكثر ظهور انت بعده كل الاعين بقت معاك. الماتش ده مع جماهير الزمالك وخاصه جماهير الزمالك بيشوفوك النهارده، دايما بتحس ان انت ليك متابعه خاصه من بعد الماتش ده، شايف الموضوع ده ازاي؟ والله معنا انا في الاخر معنا مش نقعد نخدم على روحي، انا معنا مش يشوفوني اخطبوط ما يشوفوني اخطبوط، انا مش نقعد نخدم على روحي. وكيف ما قلت لك هذاك ماتش مشى على روحه معناتها، وان شاء الله الجاي خير، قدم افضل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا.